عمرت لي الدنيا كاملة بالماء، ما بقى لي حتى شي حاجة، كل شي التريكة ديالي كاملة مشات لي. ها انا صاحب الارض، هي كل شي فين باقي لي، ماشي شي حاجة نخبعو عليكم ولا شي حاجة، ها نخليكم كل شي مشالي. دابا هادشي كل شي خصو يخرج يتسيب برا، ما باقيش شي حاجة نستعملها في الدار ديالي. خصهم يجيو يعتقوني دابا، هذا هو من 8 الصباح، دابا شوف شحال في الساعه 12 وما كاين والو. السلام عليكم، انا خايف الصباح فقط، لقيت متى دخل عليا في الدار هنايا، باقي ناعس في البيت ديالي هنايا الداخل في 8 الصباح. انا طللت شحال بلي شتي تصب ولا شي حاجه، طلت في الباتيو ما جبرت والو، فتحت الماء، فتحت الباب الزنقه، تيدخل عليا المسائل ديال الماء. عمرت لي الدنيا كامله بالماء، ما بقى لي حتى شي حاجه، كل شيء التريكه ديالي كامله مشات لي، ما بقى لي حتى شي حاجه، كل شيء ضاع لي. الحمد لله على طول الله سبحانه وتعالى، ملي ما وقع والو الشيء اللي كاين مولين الدار ما معايا حتى واحد، انا مشاو يخدموا وبقيت بوحدي هنايا. دابا كل شيء الحوايج كل شيء ضاعوا لي ديالي، وانت اللي تعرفوا العواشر هذه، ما بقات لي حتى شي حاجه. البلازما هي اللي معلقه لي راه فين هي، ما التريكه تحت لي الارض، الارض كامله مشات لي. ها انا سائل في الارض، هي كل شيء فين باقي لي، زعما ماشي شي حاجه نخبعوا عليكم ولا شي حاجه، ها ممكنهم كل شيء مشالي. ما عندك ما ندير، لطف الله سبحانه وتعالى ولا عطى الله. هو هذا الكوزينه ديالي، ها هي فين هي الكوزينه ديالي، طوالت عمرت لي بالماء، ما بقاش يمشي لي الماء وصافي. انا الحمد لله لطف الله سبحانه وتعالى. المهم اللي ما وقع حتى شي حاجه، شي خساره هاد العواول ولا شي حاجه مزيانه. تواصلوا معايا المسؤولين، الله يجازيهم بالخير. هاد الصباح هذا تواصلوا معايا وراه داروا الاجراءات ديالهم وداك الشيء، وما يكون على خير ان شاء الله يا ربي، ونطلبوا ربي خير. حنا الحمد لله كلشي الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. انت تشوف روحك، حنا في لطف الله سبحانه وتعالى. انت تشوف ها الما في كان عندي، دابا عاد نقص لي شويه مع الطواليت، عاود عاد فتحتها وخرج لي الما في كان عندي، عندي علينا 50 سنتيم ديال الما اللي دخلت لي. المهم الحمد لله وصافي. اول مره وقع لي هذه الحاله، عمري ما وقع لي هذا الشيء، هذا عمري ما وقع لي هذه الحاله هذه. دابا هادشي كلشي خصو يخرج يتسيب برا، ما باقيش شي حاجه نستعملها في الدار ديالي. انا ما عنديش حتى السطح في الدار، انا غير كاري. هذه مولا الدار شد عليا السطح، السطح ديال الباب ديالها فين هو؟ ها هو فين هو؟ شد عليا الباب السطح. انا تنصب غير في الزنقه، عندي لابادورات تنشد حوايجي تنزلهم في واحد الخزنه عندي هنايا باتيو وصافي. دابا انا الحوايج ما عندي حتى فين نصب لهم، ما عندي فين نشرهم، ما شي حاجه، واش اللي كاين. وانا الحمد لله انا الحاله ضعيفه، ما عندي من نعمل، عطى الله هو هذا. كنطلب من المسؤولين انا يعوضوا لي المسائل ديالي، يعني الحمد لله ديال الله، ولكن ما نضيعش انا، وانا واحد البوبري ما عنديش، انا مريض، عندي السياتيك في الظهر ديالي، وعندي الريوما في الرجل ديالي، اقسم بالله ما خدام. والجاره ديالي هاي فين هي قدامي، هاي فين هي، تقول لكم اللي كاين. ولا كذبت مع ربي اللي شاهد عليا، انا ما نكذبش، انا خصني تعوض لي غير رزقي. شي اللي كاين، ما نضربوا حتى شي حاجه، ما بقى لي حتى شي حاجه، ما خصنيش. دابا اول مره خصهم يجي يعتقوني، بعدا اول مره هنايا خصهم يجي يعتقوني. دابا هذا هو من 8 الصباح، دابا شوف شحال في الساعه 12 وما كاين والو. جاو المسؤولين الله يجازيهم بخير، ولكن ما عملوا حتى حاجه. هل اللي دا لاكارت ديالي، هدا فوتوكوبي، هل اللي دا ورقه الماء والضو، قال لي هذه عجينه عندك، صيفطنا باقي ما جا حتى شي واحد. انا بعدا اول مره يجي يحيدوا لي غير هذا من هنايا، باش نعرف شنو غنعمل انا، فين عندي هاد الحوايج ديالي، واش غادي نخرجهم ونسيبهم ولا نشوف، خصني نعرف شنو غنعمل دابا انايا. انا بيدي ما عرفت والو، والله يجازيكم بخير. الشيء اللي نطلب منكم انايا، الشيء اللي كاين الحمد لله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.